بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني ان انا اتواصل معاكم في محاضرة الجستيشنال تروفوبلاستيك. زي ما احنا اتفقنا ان السكيلتون ده هو مفتاحنا لفهم اي موضوع. سكيلتون والانترودكشن اللي هو فاهم الباثوفيسيولوجي. فلو وقفنا قدام الانترودكشن هنا نبقى عارفين ان التروفوبلاستيك تيشو ده تيشو رابدلي ملتبلاين. التيشو ده ما بيبقاش نوع واحد من الخلايا، الحاجات دي ما بتبقاش نوع واحد عندي من الخلايا. عندي بيبقى فيه خلايا اللي هي السيتوتروفوبلاست والسنسيتوتروفوبلاست والانترميديات تروفوبلاست ما بين، حسب البرودكشن بتاعت الهرمون، حسب الديجري اوف ميتوزيس فيهم، حسب قدرة كل واحد. يعني الخلايا اللي بتبقى اللي موجودة سنسيتوتروفوبلاست هي دي اللي بتعمل الفيلاس فورميشن، الخلايا اللي بيبقى فيها وسكريشن للهرمونز، الخلايا البيزك دي اللي بيبقى فيها الميتوزس، الخلايا الانترميديات دي واخدين بال سيادتكم هي دي اللي بتبقى مسؤولة عن. ولو بصينا للشريحة دي وقفنا عليها، لو وقفنا على السلايدز دي، ادي السنسيتش تروفوبلاست الثلاث انواع، هي دي اللي بيبقى فيها ميتوتيك فيكر وما بتعملش هرمونال سنس. الانترميديات تروفوبلاست احنا قلنا دي هي دي اللي بتعمل اندوميتريال انفيجن وليها علاقه بالامبلانتيشن، والسنسيتش تروفوبلاست هي اللي ليها علاقه بالهرمونال برودكشن للبيتا سب يونت. في عندي سب تايبس كتير من الايه، من التروفوبلاستيك تيشو، حسب مين اللي بريدومينيتنج هتلاقي السب تايبس دي اللي موجود، وسهل اننا نفهم الموضوع زي ما جينا واتكلمنا عليها. فعشان كده الكلينيكال بيكتشر دي بتبقى برود وفيها بيرسونال فاريابيلتي كتير، بس ادينا عرفنا الاساسيات بتاعتها اللي موجوده هنا. لو رجعنا تاني بسرعه للانترودكشن، زي ما احنا قلنا طالما انا فهمنا الثلاثه بيزكس دي عرفنا ليه الامراض دي بتبقى في انواع مختلفه موجوده فيها. شيء طبيعي تفهمنا بقى لان الاعراض بتاعه الحمل بقى بتبقى اكسجريتد، فبتبقى عرضه للهايبر امسيس جرافيدارم بدري، عرضه للبريجننسي سيمتوم بصوره زياده، ممكن نتيجه البرودكشن والبروليفريشن للتيشو ده يحصل سيروتوكسيك سيمتومز، ممكن العيانه يحصل لها بليدنج ان ايرلي بريجننسي، ممكن العيانه سهل جدا التيشو ده اللي هو اساسا رابيدلي ميتابولايز لو مات او حصل فيه انفكشن فبيبقى لايبل العيانه للانفكشن وبيبقى عنيف والهيموراجيك شوك والسيبتك شوك والكواجيلوباسي والامبوليزم سواء كان لها ريليتد للديزيز او او العلاج اللي انا حتى بديه، فده مرض كومبليكيشن بتاعته سريعه وبتحصل في وقت قصير وبتبقى عنيفه. الاكزامينيشن شرح هو الاعراض اللي زي ده، بدور يلاقي ضغط عالي، يلاقي تاكيكارديا سببها ايه، سواء البليدنج او السيروتوكسيكوزيس او البريجننسي، كل ده الثلاثه مع بعض، الاقي الفاندل ليفل اكتر من البريدو في امينوري وهكذا. الانفستيجيشن شرح بيبقى عندي برودكشن للبيتا سب يونت، بيبقى عندي في اليوترس مفيش امبريو مفيش فيتس، فبيبقى عندي سنو ستورم ابييرنس، بيبقى بدور على الكومبليكيشنز اللي موجوده. differential diagnosis زي ما قلنا انا لو فاهم الانترودكشن والديفرنشال diagnosis الموضوع خلص كويس قوي. عندي causes of bleeding in early pregnancy، causes of fundal level اكتر من البيريود اوف امينوريا، causes of coagulopathy مع الحمل، presence of ovarian cyst cecal uterine نتيجه الهيومن كونادوتروفين الاوفرز بتكتر ويحصل cecal uterine cyst، واخدين بال سيادتكم causes of coagulopathy، causes of pulmonary embolism، causes of hypertension early in pregnancy، كل دي الاسباب الدفرنة. العلاج بقى بيبقى اساسا ان انا لازم اخلص الجسم من التيشو ده وبالتالي من الهرمونال برودكشن بتاعته وبالتالي من احتمالات الميتاستاسيس والكومبليكيشنز اللي مفتوحه من اكتر من سبب زي ما عرفنا. بروجنوزس بيختلف بقى على المرض والمريض والخدمه الطبيه، فالحاجات اللي زي دي لازم اخد خطوه بسرعه يا اولاد في الحالات اللي زي دي. ودينا عرفنا ان انا كده فهمنا الموضوع، ودي رجعناه وعرفناه، ودي الايتيولوجي عرفنا ان دي اللي زي ما قلنا لكم في المحاضره اللي فاتت واللي قبليها، ان انا اساسا ليا غرض من الهيستوري والاكزامينشن والانفستيجيشن ان انا اشخص ان دي تروفوبلاستيك ديزيز،
ان انا اشوف فيه كومبليكيشن وانا بقى فاهم التشخيص ده ايه الكرايتيريا. بيتا سب يونت عالي، تيشو رابيدلي ميتابولايزنج، اعراض حمل زياده، بليدنج ان ايرلي بريجننت، الحاجات اللي احنا عارفينها. عندي ديفرنشال دايجنوز اذر ديزيز ممكن تدي سيمتوم او كومبليكيشن قريبه منها. كوزس اوف نون نيوبلاستيك اوفيريان سويلنج اللي واخدين بس الكوم والاسوشيتد كونديشن. الهيستوري والاكزامينشن والانفستيجيشن بتاعي بيبقى يعني دايركتد ان انا اشخص بدري الحالات دي. وزي ما اتفقنا ان انا عندي اي شود اوبي ذا رول، لان انا اوبينج الرول وات ايفر عدم اطاعه الرولز اللي احنا قلناها الموست كومن الموست دينجرس ان انا مرتب ليا اغراض ان انا عندنا في حاجه الموست كومن هي اللي تتقال في الاول. لان البنايه ان مهما كان كفاءه الواحد السباح ده لو ما قطعش الاوامر او ما قطعش الرولز اللي موجوده بيبقى عرضه للكومبليكيشنز اللي موجوده وما لهاش علاقه. في سويمنج وذ شارك عدم اطاعه الاوامر اللي هي بتتمثل في ان انا بقى مرتب في اجابتي اهو جمعه سبت حد اتنين تلات اربع خميس زي ما قلنا، ان انا لما اجاوب في رولز بتحكمني، في طريقه بجاوب فيها، في طريقه بفكر فيها، في طريقه بعمل فيها برزنتيشن. دايما الكلام اللي زي ما ننساش المنظر ده لان انا بذلت المجهود. والكلام اللي زي ده انا مشهور ان انا ممكن اعمل كل حاجه عملتها صح وغلطه انا شايفها غلطه يعني بسيطه ممكن تفرق في حياه الواحد في كل حاجه. يعني انا ممكن عملت كل حاجه واجتهدت في التمرين وذاكرنا كويس وجاوبت في الامتحان كويس وبعدين تصرف انا شايفه هايف ممكن ده يفرق معك حياتك ويفرق معك حياة العيان بتاعك وممكن يفرق معك. فالكلام هو هنراجع تاني. دول هما بقى سبب الفاريابيليتي كلها المفتوحه، كل السب تايبس اللي موجوده عندي. سايتوتروفوبلاست اللي هي الهاي مايتوزيس هي دي اللي لما اللي هي اللي موجوده عندي. في عندي حاجات مسؤوله على الاندوميتريال انفيجن والامبلانتيشن، عندي حاجات مسؤوله عن السكريشن والمايتوزيس فيها. السب تايبس دي بقى في كل حاجه يبقى لهم حاجة أساسا بريدومينيت، وأنا بيحصل بريدومينيت الأكتيفيتي بفاريبل، وبالتالي نفهم ليه الكلينيكال بيكتشر عندي مختلف. نراجع تاني، إيه هي الكي بوينتس اللي بتلخص لي الموضوع ده كله؟ إن أنا بتعامل مع ديزيز بناين في معظم الأحيان، إن هو بيخف لوحده مجرد ما أنت اتخلصت من التيشو ده، إن الطيب الكومن اللي هو الهيتاديدي فورمومول بيعمل بليدنج ان ايرلي بريجننسي، بيعمل توكسيميا بدري، بيعمل هايبر ايميسيس جرافيدارم، بيعمل روتراين سايز اكتر من البيريو في امينوريا، بيتشخص بيتا سب يونت والالترا ساوند سنو ستورم ابيرنس. الحل انك تخلص الجسم من التيشو دي، عشان كده شربك ما سيبش اثر شربك يوريت. تابع العينه بالبيتا سب يونت بلس اور ماينس كيموثيرابي حسب السب تايب. المالجننت كل مكان في سكورينج سيستم موجود عندي بحدد فيه بور بروجنوزس وباد بروجنوزس. كل مكان ده حاجه غريبه، تم في سن كبير، تم بعد ولاده كامله، مش تم بعد في الايرلي بريجننسي بليدنج، تم من الاول او تم بعد ابورشن او تم بعد اكتوبيك. كل مكان ده مش متوقع. المدة اللي ما بين البروفريشن التيشو ونهاية الحمل كبيرة، كل مكان احتمال المالجنسي. يعني كل مكان السكورينج سيستم عدد الميتاستاسيس اللي عملتها. هنا بس ملحوظه صغيره اقولها لكم، ان انا حتى في البناين فورم ممكن يحصل ميتاستاسيس لان انكريزد الفاسكوليتشر، لكن الميتاستاسيس دي بتبقى على نطاق السيلز ومش هتعمل مستوطنه بقى. لكن حصل للتيشو مستوطنه بقت ايه ميتاستاسيس ومالجنا، لكن بيحصل ميتاستاسيس للسيلز دي سهل جدا بتحصل حتى في الحالات النورمال في الفورم البناين. هنا ريسنتلي لقينا في فاميليال سندروم بيبقى في ريكارنت هيدريدي فورمومول بيبقى مسؤول عنه الجين ده، وده رمز ان فاميلي.
وبالتالي هو ادينا شفنا انا لسه ما دخلناش في الموضوع، ادينا فهمنا الدايجنوزس الديفينيشن بتاع جيستيشنال تروفوبلاستيك تيومر، عرفنا الكلاسيفاي في عندي بيناين فورم فيزيكولار مول ومالجنانت فورم كوري كارسينوما، في عندي سب تايبس موجوده عندي تاني ما بين الاثنين بلاسنتال سايز تيومر وانفيزيف مول وبارشال مول. السب تايبس دي فهمنا هنراجعها تاني حالا، لكن معتمد على الثلاثه سيلز السايت والسنسيتي والانترميديت تروفوبلاست والبروليفريشن بتاعتهم. عرفنا الفيزيكولار مول شكلها ايه، الفيزيكولار مول نتيجه ان ما بيبقى مع يعني بيبقى فيها جروبيك ديجنريشن مفيش بلاد فيسلز، وان بيبقى فيه بروليفريشن اوف الخلايا اللي هي السايتوتروفوبلاستيك تيشو دي بروليفريشن وهايبربليزيا، ودي بينتج عنها واخدين بالسيدتكم اللي هي السيمتومز اللي موجوده، ويبقى في عنقيد عنب. ما عنقيد العنب دي نتيجه ايه؟ البلاد سبلاي اللي موجود جوه راح، حصل هيدروبيك ديجنريشن، واخدين بالسيدتكم ما فيش البلاد فيسلز اللي موجود ده مش موجود زي ما قلنا، وبروليفريشن للتيشو. والعينه مجرد ما تنزله ده حاجه بس جنومونيك، خلي بالكم. بفرق ما بين الكومبليت والبارشال مول. الكومبليت مول ده بيبقى هو ده الكومن، ده في عيل ده ما فيهوش، ده كله بيورلي باترنال، ده في ماترنال اوريجين، لان الديزيز ده من الديزيز القليله اللي السبب فيها الراجل بس. جينيتك زي ما احنا قلنا الجينز اللي موجوده والفاميلي واخد بالس تكون موجوده، وعرفنا ازاي نشخص معتمد على الرابت جروس والبروليفريشن، وبالتالي البرودكشن هرمونال برودكشن من البيتا سب يونت والاكتيفيشن مع الثيروكسين والكومبليكيشن التيشو ده مالتيب لايننج فبيحصل كومبليكيشنز اللي موجوده. الحل ان انا لازم انزل التيشو ده وان انا اتابع العيان كويس لانها لايبل لليسته متطاوله من الكومبليكيشن، والكيموثيرابي الرول بتاعه، وان انا لو لقيت فيه مالجنانت بعمل ايه، والديفرنشال دايجنوست زي ما انا قلت لكم ممكن يبان في اعراض متطاوله، وهنراجع ده تاني في المحاضره. وادي السورسز بتاعتكم، وادي واخد البال سيادتكم، وادي الباثولوجي. نرجع تاني نراجع الموضوع للمره الرابعه اهو تاني، ان انا عندي بيحصل في الفيلس هيدروبيك لاين، مفيش فيتال بلاد فيسلز، وفي هايبربليزيا التروفوبلاستيك تيشو، فبتنزل العيان على ايد عنب، على ايد عنب هيدروبيك ديجنريشن، مفيش فيتال فيسلز، في بروليفريشن للتروفوبلاستيك تيشو. لما يبقى مالجنانت بقى بيبقى حاجه عنيفه جدا، الكوريوكارسينوما، البليدنج بيبقى زياده في انفيجن، واخدين بالكم شايفين الفيتال فيسلز موجود في البارشال مول زي ما قلت لكم، في بيزار في انواع مختلفه. ادي الصوره اهي تاني، هيدروبيك ديجنريشن، مفيش فيتال فيسلز، في بروليفريشن للتروفوبلاستيك تيشو، وبالتالي بتنزل جريبس المالجنانت فورم هي الكوريوكارسون. ناخد تاني الباثوجينيسيز ونفهم، في عندي كومبليت فورم ده تروفوبلاستيك بس، بارشال مول فيها في 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 امبريو، ده يكمل؟ لا ما يكملش. ده يدي الفاندال ليفل اكتر من البيريدو في امينوريا، ده يدي؟ لا ممكن يدي اقل كمان عشان نبقى فاهمين الانواع. ده عباره عن مفيش اي ماتيرنال بارت، وبيستعاض بكده ان السبيرم بيحصل له دبليفيكيشن او يحصل فيرتلايزيشن بتو سبيرم، فالحمل ده مش هيكمل، وبيبقى فيه جروس ابنورمال، بيبقى فيه سكريشن ابنورمال، او بيبقى فيه ماتيرنال اوريجين ويحصل برضو السبيرم مالتيبليكيشن فبيحصل له ايه ترايبلويدي، او بيبقى اكتر من سبيرم نفس القصه دي زي دول برضو ترايبلويدي او تترابلويدي. البارشال مول قلنا بيبقى فيه امبريو كوريو كارسينوما، ده اللي بيبقى ايه المالجنانت فور، هي دي برضو نفس الحكايه البارشال والكم والكومبليت مول، لا اما بيحصل فيرتلايزيشن بسبيرما واحد او بيحصل ب تو سبيرم.
لو الامبري لو الايج دي فاضيه ولو الايج دي فيها الماده، وبالتالي بيطلع منها بينتج عنها البارشال مول او الكومبليت مول. هنا في عندي احتمال تاني، بدل ما يخش سبيرم ويحصل له ملتبليكيشن جوه، لا يحصل تو سبيرم، دي 4%، ودينا شفناها قبل كده. طيب العرض خلاص بقت معروف، شكوى نزل فيزيكال، شكوى بليدنج ايرلي بريجنس، شكوى بليدنج زياده، شكوى مش حاسه في طلبارتس ولا في تلتيش ولا في تلكيكس، ما مش لاقيين في تلتيش، شكوى الكومبليكيشن، شكوى فوميتنج ان ايرلي بريجنس، شكوى اعراض بتاعه الكومبليكيشن سواء البري اكلامسيا سواء كان البليدنج كواجيلوباسي سواء السبسس وهكذا. الساينز واخدين بال سيادتكم، جنرال ولوكال حسب الاعراض هدور عليه، انفستيجيشنز بالالترا ساوند والبيتا سبيوت، زائد الكومبليكيشن ادور عليها اجري وراها بقى بالسيتي سكان لانج وبرين. ادي الساينز بالفيك اكزامينيشن، هلاقي الاوفيريان سيست مع الفندل ليفل او اليوتراين سايز اكتر من البيريد اوف امينوري، بيتا سب يونت ستور ما ابيرنس، نتيجه الفيزيكلز دي جوه الرحم، على ايد العنب دي هتبان جوه الرحم ايه ستور ما ابيرنس. انا بشوف بقى ليه بشوف البلاد كاونت؟ لان انا بشخص بيه وبتابع بيه وبقيم بيه العلاج. ممكن يحصل كواجيلوباسي ده كومبليكيشن، بحضر بلاد ترانسفيوجن، بعمل اي سي جي العيانين دول، انهاء الحمل وان انا ادي لهم يعني انستيزيا مشكله، العيانه دي بتعاني، الحامل لها اساسا عايزه في كرايتيريا بيحصل في النورمال بريجنانسي، يزيد عليها ان في هايبر داينامكس، يزيد عليها ان هي لايبولوسيروتوفكوزس، يزيد عليها ان هي عندها هايبوفوليميك، يزيد عليها ان انا لما بدي علاج ممكن ادخلها فارت فيلير، يزيد عليها سيروتوكسيكوز. طب ايه الشغلانه دي؟ فبيبقى موضوع خطر، وكل ما بتاخر كل ما الاعراض دي بتزيد وبيبقى حتى علاجها مشكله. ادي عندي السب تايبس، واحنا قلنا السب تايبس دي معتمده على الخلايا مين اللي كانت واخده الابر هاند، انترميديت ولا السايتو ولا السنسيتيو تروفوبلاست. وعندي في سب تايبس ثانيه حسب الفاريابيلتي، بلاسنتال سايت تيومر او انفيزيف مود. في الحاجات اللي زي دول بيبقى في حاجات ليها بور بروجنوزس وجود بروجنوزس، هنعرفها ثاني قريب في كل هذه الاشياء. الستيجنج ممكن تبقى الستيج موجوده في اليوترس بس، في اليوترس وفي البلفس، وبعدين ديستانت ميتاستاسيس لللانج، وبعد كده للايه؟ الميتاستاسيس ثانيه غير اللانج. ادي سيريبيلر ميتاستاسيس اهي ده ستيج 4. ماشي، هنا بقى الكلينيكال فيتشر بتاعت الميتاستاسيس بقيسها بايه؟ بالبيتا سب يونت والليفل، الحجم بتاع الحمل ده عدى بعد قد ايه من الحامل، الليفل بتاع البيتا سب يونت، الميتاستاسيس اللي موجوده في الليفر مفيش استجابه للكيموثيرابي سابق، كوريوكارسينوما افتر فول تيرم. وادي الكلاسيفيكيشن اهي دلوقتي ريسنتلي، بقينا نقسم في ريسك فاكتور ولا لا؟ مفيش، في واحد، في اكتر من واحد. فبنقسم الجريدنج دي. طب انا اعرف دي ازاي اهي؟ كل ما كان الحاجه مش طبيعي، كل ما كان الكونديشن سيفير، كل ما كان البروجنوز بور. حامل بعد سن الـ40، الموضوع ده حصل بعد ترم بريجنانسي، ما حصلش بعد مول عاديه ولا ابورشن ولا اكتوبيك. حصل بعد الحمل بمده، مش حصل بعديها على طول، ده مش طبيعي، عشان كده البروجنوز بيبقى عنيف جدا. الليفل بتاع البيتا سب يونت، التيومر سايز اللي موجود في اليوترس، السايت بتاع الميتاستس، النمبر بتاع الميتاستس، في عندها باست هيستوري انها خدت سنجل ايجنت كيموثيرابي او اكتر وفيلد، فبالتالي بيحصل الجريدنج دي. لان والحل ان انا لازم انزل التيشو دي، انزل التيشو دي لان ده بيعمل لي مشاكل.
انزل التيشو ده لان سهل يحصل له انفكشن، انزل التيشو ده لان سهل يحصل له مالجنانت ترانسفورميشن باختلاف بنسب مختلفه. والمشاكل بتاعته دي مفتوحه وما نستسهلهاش، هايبوفوليميك شوك، سيبتك شوك، كواجيلوباسي، بالمونري امبوليزم، ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، واخدين بالكم؟ فالاعراض كتيره والمشاكل خطيره وبتحصل في وقت قصير. طبعا انت اشتكيت ان المحاضرات المحاضره اللي فاتت ان هي طويله، فانا اللي عايز فيه مش فاهم اي حاجه بيحطها قصاده ويقرا السلايد، تابع البيتا صبيون بعد الولاده لغايه لما تنزل النورمال الوضع النورمال. البارشال مول بيبقى فيه فيتس، بس ده هيكمل، ده ترايبلويدي او تترابلويدي فمش هيكمل. فعاده الفاندل ليفل بيبقى اقل من البيريود اوف امينوريه، واخدين بالكم؟ وبيبقى الكونديشن يعني مش ما فيهاش الضراوه اللي في الثاني، لان الحمل بينتهي بدري والانسجه دي بتموت لوحدها بدري وبيبقى الترمينيشن دي بدري. لكن طبعا واخدين بال سيادتكم بيبقى فيها نقط برضو صعوبه، الحلو ما يعني الحاجه مش سهله قوي كده، لان ما نقدرش نقول الحلو يعني الحاجه مش سهله قوي كده، البيتا سب يونت بتاعتها ما بتبقاش عاليه، استجابتها للكيمو ثيرابي لو غتتت وقلبت مالجنسي ما بيبقاش نسبتها، ما بتستجيبش للعلاج، وبيبقى العلاج الجراحي بيبقى هو الابر هاند. وقريب منه برضو الانفيزيف مول بتبقى ليها خواص مشتركه، واخدين بالكم اهي الخواص بتاعتها والفاريابيلتي اللي موجوده وادي الديفرنت سب تايبس اللي موجوده. ما احنا قلنا كومبليت وبارشال مول دول المشهورين. في عندي انفيزيف مول بلاسنتال سايت تيومر، وعندي النوع المالجنس، فاحنا كلنا عارفين دول المشهورين. في انواع سب تايبس بتبقى موجوده حسب الثلاثه سيلز، بلاسنتال سايت تيومر، الانفيزيف مول. بلاسنتال سايت تيومر اهي برضو بنلاقي مش سنسيتيف للكيمو ثيرابي وتتعالج بالجراحه وما بتطلعش هيومن كونجناتروفين عادي. التشخيص بيعتمد على الهيستوباثولوجي والتايب بتاعت السيلز اللي موجود. كوريكارسينوما المالجنانت فورم بقى والانفيجنز، واخدين بال سيادتكم، والنكروزس والميتاستاسيز، الديفرنت ميتاستاسيز اللي بتبقى موجوده. والسيمتومز اهي بتبقى فيه سيمتومز بتاعت الكونديشن العاديه، وهتلاقي السيمتومز كلها سيمتوم من ميتاستاسيز سواء في اللنج او في البرين او في البلفس. زائد الشكاوى اللوكالي في الحته اللي هي موجوده فيها، تلاقي نزيف وتلاقي بين وتلاقي خبال سيادتكم. والساينز هي اللي موجوده في الكوريوكارسينوما والاوفري اللي بيحصل فيه والميتاستاسيس اللي موجوده السيكليوتينسيس. وادي الانفستيجيشنز اشخصها ازاي، هنلاقي السبيكترم زي ما بشخص الفيزيكولار مول، ويزيد عليه بقى الميتاستاسيس اللي موجوده عندي والليفل بتاع البيتا سب يونت اللي مش راضي ينزل فبيخليني اسسبكت. والكوربس ليوتيم السيكاليوتين سيست اللي بعد اللي موجود، مش الكوربس، السيكاليوتين سيست اللي موجوده مش راضيه تخس، مش راضيه تصغر، يبقى في ايه اسهل خليني اقلق، وبالتالي سهل اشخص وسهل اعالج. وابتدي العلاج برضو ان انا لازم انزل اي تيشو موجود وبعدين بدل كيمو ثيرابي وتابع العيان لغايه لما الليفل بتاع البيتا سب يونت يقل، تحط ديفرنت ريجيمن للفولو اب. ادي الكيمو ثيرابي بيبقى اكتر من عامل لو العيانه دي ما استجابتش او حصل كومبليكيشن. ايه عايز يوقف الحاجه ويبص عليها هي متاحه. والفولو اب استادي ده بيختلف بقى حسب كل حاجه، فتره ممكن يوصل سنتين وممكن كل سنتين، فترات طويله حسب الطيب بتاعت التيشو. والشيء الطبيعي لازم امنع حمل علشان ما يجيش خلايا تانية الا لما الدنيا، لانها لايبل للريكرنس واحنا قايلين من 1 لـ 3%، ولازم اطمن ان في انترفال، ولازم اطمن ان حصل كومبليت كيور عشان اطمن ان ما حصلش مالجنانت ترانسفورميشن. فلازم الواحد برضو يحرص وما يخونش، يعني بتابع علشان اتاكد انها خفت، وبتابع ان مفيش
كومبليكيشن، فمش وقته تحمل بقى في الوقت ده، بقاش عارف بقى هي الموضوع ده من ايه. وادي البروجنوز بيختلف على المرض والمريض والخدمة الطبية. بعرف بقى ان العيانين بيموتوا ليه، ايه سبب الوفاة، ايه سبب المورتاليتي، ايه سبب الكومبليكيشن، السيفيريتي بتاعتها بيبقى شكلها ايه، الفريكوانسي. وبالتالي ادي اهو بنراجع تاني، انا لسه ما ابتديناش المحاضرة. لو بصيت الايتمز اللي يعني ده تالت وش في الموضوع بتاع الجستيشنال تروفوبلاستيك تيشو، والتكرار يعلم. احنا كلنا شطار، فنعيد ونزيد علشان اللي ما فهمش اللي الموضوع مش سهل معاه، مع اول مرة بقى سهل، من تاني مرة بقى سهل، من تالت مرة. ودي المذاكرة كده، بنذاكر مرة واثنين وتلاتة لغاية لما نستوعب الموضوع، والحاجة اللي مش فاهمين بنسأل فيه. ادي جداول تاني اهو، اللي عايز يوقف ويشوف الفرق ما بينهم بنعدي عليها وبنشوفها. الستورم ابيرنس بيتا سب يوني، بشخص بيه، بعالج بيه، بعالج بالليفل بتاعه، وبتابع بيه وبقلق بيه بروجنوزس. ادي الفاليو بتاعت البيتا سب يوني، وده من السرطانات اللي تخف سيبش اي اثر. العينة بتتدهور بسهولة، مشاكل كتيرة، نسبها عالية وفي وقت قصير، تاخد الجسم من فوق لتحته زي ما احنا شايفين. سبيراتوري ديستريس سندروم ودي اي سي، والاوفري ممكن يحصل فيه مشاكل، اوفريان سيست دي تورشن والهيمورجيو ربشن. اوعى تمد ايدك على الاوفريان سيست ده الا لو دراعك ملوي حصل تورشن او هيمورجيو او ربشن، ان بيبقى هل. امال عالجها ازاي؟ عالجها انك تنهي الحمل. حاجة البنزين، اقفل البنزين، طفي النار واقفل البنزين، هتلاقي الدنيا خمدت. لكن هخش بقى جوه البتاع ده احاول اشتغل لوكالي، لا من البحبس، اقفل البنزين من ورا من العمومي. يوم الجونادوتروفين ده لما ينزل والتيشو ده نزل خلاص الاوفري هيهدى. لكن لو اضطريت امد ايدي واخش هتعور زي اي واحد داخل يطفي حريقه عنيفه. تاني هي الثلاثه سيلز السلايدز دي جميله، وبين لك الفاريابيليتي في الانواع المختلفه. الريسك فاكتور اللي موجود هنا بقى في نقطه تانيه، ندي حاجه زياده، مرتبط بقى بالايدج وبالنيوتريشن نقول كمان. يبقى ده بناين تيومر، النسبة بتاعته بتختلف في أوروبا وفي أمريكا، بتبقى النسبة توصل واحد على 1500، ودي نسبة قليلة. في شرق آسيا تبقى النسبة ممكن توصل في تايوان لواحد على 125. نسبة الريكارنس بتاع السكند مول توصل من 1 لـ3%. لها جيوغرافيكال ديستريبيوشن، لها ريسك فاكتور معتمد على النيوتريشن والسوشيو ايكونوميك فاكتور واللو داتري انتيك اوف كاروتين والادفانسد ماتيرنال ايج، وبيبقى موجود واخد بال حضراتكم الباثولوجي بتاعها. نقول كمان تروفوبلاستيك بلورنفريشن في ديجنريشن وهيدروبيك ديجنريشن في الاستروما، وبالتالي بتبان على هيئة جريفز او فيزيكل، ومفيش ابسس، مفيش بلاد فيسلز فيتال، مفيش فيتال بلاد فيسلز، مفيش بلاد فيسلز موجوده وسط الفيلا،
مفيش بلاد فيسل، في ديجنريشن هيدروبيك وفي بروليفريشن دبل لاين. تمام، سنستور ما ابيرنس الباثولوجي تاني تكراره تاني. وما ننساش الثلاثه مذر سب تايبس من السيلز، سايتو سينسيتيو انترميديت تروفوبلاست واتس برودكشن والفاريابيليتي في الديفرنت سب تايبس. ما ننساش الافكت في الاوفري، وان الاوفري ده بيبقى حاجه سكندري وبيبقى ريليتد للهيومن كولاجينال تروفين. مجرد ما عملنا ترمينيشن وخلصنا الجسم من التيشو دي الدنيا كلها بتهدى تاني، ونمدش ايدنا على السيست ده الا اذا كان دراعنا ملوي. في عندي انواع ليس كومن زي البارسال مول والبلاسنتال سايت تيومر والانفيزيبل. حاجات المشهورة المعروفة الكمبليت مول والكوريوكارسينوم. تكرار تاني اهو، ادي الجريبس، عنب بتنزل العين، عنب محصن، لك بنزل عنب محصن. يا عربية الإسعاف ده عشان أقول لكم حاجة، إن العيانين دول لايبل لمشاكل يعني كبيرة وفي وقت قصير، لازم تبقى alert. خش هارت فيلير، هايبوفوليميك، سيبتك شوك، دي اي سي، ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، بلمونري امبوليزم، رينال فيلير، هيباتيك افكشن. العلاج بتاعك ثايروتوكسيكوزيس، واخدين بالكم؟ فمشاكل بسرعه في وقت قصير، فلازم يعني سسبكتنج البري اكلامسيا ومشاكلها، الكواجيولوباسي، الدي اي سي، الامبوليزم. خلي بالك خلي بالك، هذه الانواع تاني. طبعا ده البارسل مول في عيل بس مش هيكمل. spontaneous abortion invasive مول developmental of post gestational trophoblastic tumor ويحصل malignancy. بنتابع العيانين علشان ده اي حاجة من اللي قلناهم الحاجات البناية لا يقول انها تقلب، فلازم يتابع. ما بسمعش بالحمل في الوقت اللي زي ده، فتره فاريبل من 6 اشهر لسنتين او اكتر حسب النوع بتاع الفولو اب بتاعي. تاني بشخص بالسيمتومز وبالساينز والانفستيجيشن. انفستيجيشن بتاكد التشخيص وبدور على الكومبليكيشن، هايبر امسيس جرافيدارا مودي اي سي ريسبيراتوري سندروم. اهو قائمه متطاوله من الانفستيجيشن ديبندنج على قائمه متطاوله من تاكيد التشخيص او البحث على الكومبليكيشن. مهمه قوي انها كتيره. الترا ساوند ايفالويشن للسيتاليوسين سيستول كاركترستيك بتاعتها اللي بتبان في السونار. كومبليكيشن هو 17 كومبليكيشن، وهذه لسه مبدئيه، في سب تايبس بقى ممكن تبقى موجوده. 17 كومبليكيشن. الديفرنشال دايجنوزيس ده مهم جدا عشان تبقى اورينتد. هيجي يقول لك، هيجي يسالك في الامتحان، طب واحده بتنزف ايه، تفكر في ايه تاني عشان اكد التشخيص. طب واحده اليوتراين سايز اكتر من البريدو فاميلي، تفكر في ايه تاني. طيب عندك اوفيريان سيست نون نيوبلاستيك، تفكر في ايه تاني. ده الديفرنشال دايجنوزيس للسيمتوم ليدنج ان ايرلي بريجننسي، للساينز هايبر تنشن ايرلي مثلا، للانفستيجيشن بيتا سب يونت عالي او نون نيوبلاستيك اوفيريان سويلنج او ميتاستاسيس. واحد زاد الكم الانفستيجيشن بتاعت الكومبليكيشن، تفكر في ايه تاني، وهكذا. في كلامسيا بدري، اديما، هيموليسيس، اليفيتد ليفر انزيمز لو بليت، هي دبل ال عشان تفتكروها، هيلب الحقونا اغيثونا، نوع من الهيموليسيس ديسيمينيتد وبيبقى موجود مش في زيك هرمون بس، اي حاجه فيها ابنورمال بلاسنتيشن. افتكروا الكلمه دي، انا اقول لكم بالتفصيل، مزد ابورشن، سيبتك ابورشن، اكسيدنتال هيموريدج، انترا ترانسيتال ديس، واخدين بس لكم النيوتيك فلويد امبوليزم، اكي بتاع ده اكيوت هيدرامنيوس. واحد العلاج، خلص الجسم من التيشو والهرمونز بتاع الهيومن كولاجينال تروفين، وتابع العيانه بتاعتك كويس شارب،
وتابع العيان كويس، وفي احيانا بتلجأ للهستريكتومي حسب الصعب. طيب وحسب السيناريو بتاع الفولو اب، البيتا سب يونت والميتاستاسيس وهكذا، مالتي فاكتورز يعني ريجيمين مختلفه، لكن الايديا والبرنسبل عارفينها. اوعى تقرب لي ايدك على السيست ده الا اذا كان دراعك ملوي، حصل هيموريدج، بورشن، رابشر. في الوقت اللي زي ده بتدخل وامر لله، وبيبقى الجراحه يعني بحاول يعني اخرج من العمليه باقل مانيبيوليشن، يا دوبك بعدي العيانه المشكله اللي اضطرتني وانا دراعي ملوي ان انا افتح بطن العيانه دي واعالج السيست او اعمل لها لابروسكوب. تمام. كيموثيرابي متابعه حسب السيناريو، بدي بقى سنجل ايجنت اكتينومايسين ولا ميثوتريكسيت، او بدي تو دراجز او مالتيبل حسب الريسبونس والمتابعه. تمام. ادي السايد افكت بتاعت الميزوتريكسيت. حتى العلاج ليه مشاكل؟ اه العلاج ليه مشاكل. عيانه لايبل لثايروتوكسيكوزس وعندها هايبوفوليميك شوك، تديها محاليل دخلت في هارت فيلم، تديها محاليل دخلت في بالمونري دي، تديها محاليل دخلت في اكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. زائد العلاج، العلاج زي الميثوتريكسيت ليه مشاكل. فخلي بالك يعني عايز واحد عيان طبيب يبقى واعي جدا للتعاون مع دكتور التخدير ودكتور الرعايه المركزه والمتابعه، ده مهم جدا، والمتابعه لللونج تيرم. وممكن احيانا يخش معانا دكاتره الكيموثيرابي خاصه في الحالات اللي داز نوت ريسبوند والحاجات اللي بور بروجنوزس. كونتراسبشن لازم امنع حمل من مده لست اشهر لسنتين حسب الكونديشن لغايه ما اطمن من العيانه حسب هذه الانفيزيف. والمراجعه تاني عايز يوقف ويبص على السلايدز اهو موجوده. والعلاج الكوريوكارسينوما المالجنانت فورم من ابشع انواع المالجنانس، وبيبقى السبريد رابيدلي وديتيريوريشن رابيدلي. وخلي بالكم بيرفوريشن والرابشر والانفيجن للتيشو والبلاد سبريد يبقى مهم. كوريو من كوريونيك تيشو كارسينوما، لكن انتوا شوفوا رغم ان هي كارسينوما تتصرف كساركوما بلاد سبريد وهو ما تلحقش، خلي بالك. وادي الهيومر كورنال جونادوتروفين، واخد بال سيادتك الليفل اللي بيتابع كيموثيرابي سنجل ومالتيبل ريجيم. والفولو اب اكزامينيشن بتابع بقى فترات لغايه لما اطمن ان كل الامور رجعت الى سيرتها الاولى. شايفين ادي الستيجنج، ستيج 1 و 2 3 في اليوترس وفي في البلفس، وراح الديستنت لللنج وغير اللنج. شايفين اي حاجه من الريسك فاكتور ده خلي بقى انا لايبل للكومبليكيشن. سن العيانه، حدوثها بعد تيرم بريجننسي مش بعد ابورشن ولا ما عدا فيزيكولار مول، الانترفال اللي حصلت في عليها، كل ما كانت الفتره اللي بكتشف فيها الكوريوكارسينوما فترة أطول من نهاية الحملة أو نهاية الأبورشن أو الترم، كل ما كان أخطر الليفل بتاع البيتا سب يونت. البلاد جروبينج بيبقى أسوأ مع الإي مع البي والإي بي، وبعدين برسلكم الحجم بتاع التيومر، السايت بتاع الميتاستاسيس، النمبر بتاع الميتاستاسيس، استجابتها لبريفيوس 1 ولا 2 كيموثيرابيتيك ايجنت ومفيش ريسبونس. وبناء عليه بجيب سكورينج سيستم، وبناء عليه فتره المتابعه بتطول، وبناء عليه واخد بال سيادتك متابعه الحاله. فده بيعمل زي نوع من الكواليتيف ايفالويشن، اتابع ايه والمده قد ايه وليه. بس ده الغرض عشان تبقوا فاهمين السكورينج، بس مش معمول عشان تحفظها ولا نسالك فيها بس، لا ليها حكمه. وادي الاكتيف تريتمنت، وادي الكيموثيرابي، ادي البلاسنتال سايت تيومر، وادي زي ما احنا قلنا عندنا ثلاثه سب تايبس بتاعت السيلز. واخدين بال سيادتكم، وهبص تلاقي افرازها مش عالي، هبص تلاقي لما تقلب مالجنسي بتبقى غتيته لانها ما بتستجيبش للكيموثيرابي، وبيبقى العلاج عاده جراحه كيل اليوترس. تمام. بس وادي ما بنقول لاخر مره هو السابع مره ان الحاجات عرفنا ازاي نشخص الجستيشن تروفوبلاستيك تيومر، عرفنا نفرق بناين ومالجنانت، وعرفنا الصح تايبس الريل،
وعرفنا الايتيولوجي بتاعت المولر بريجنانسي، وان في عندي ثلاثه فيز هي دي اللي بتدينا السيناريو الفاريابيليتي للكلام اللي زي ده، والهيستولوجيكال كلاسيفيكيشن من الهيدروبيك ديجنريشن، ما فيش بلاد فيسلز وفي هيدروبيك ديجنريشن وفي بروليفريشن، والمالجنانت تايب وديفرنشيت الكومبليت مول من البارشال مول، والجيناتكس اللي موجوده وازاي ان هي دلوقتي بقت في حاجات في فاميلي ولها ريكرنس، وبيبقى باترنال اوريجين ما فيهاش الا في البارشال مول بيبقى فيها، لكن بيبقى المشكله باترنال والنسبه شكل قليله للميل هم السورس لوحدهم، واخدين بالكم؟ وازاي اشخص الهيستوري اكزامينشن انفستيجيشن، وازاي اعمل كير للعيان. وخلي بالك ان الكير اللي بعمله لازم يبقى رابد، ولازم يبقى اجريسيف، ولازم يبقى كومبينيشن مع دكاتره التخدير ومع دكاتره الرعايه المركزه، واحيانا مع الكيمو ثيرابي، وان دي محتاجه فولو اب ومحتاجه علم فتحه ولايبل للكومبليكيشن، وبتظهر باعراض كتيره ومشاكلها 17 كومبليكيشن قادرين للزياده، وان في مالجننت ترانسفورميشن، وان انا عندي ديفرنشال دايجنوستيك لسيمتوم بليدنج ان ايرلي بريجننسي للساينز فاندال ليفل اكتر من البيريد اوف امينوريا اوفيريان سيست الانفستيجيشن بتصب يونت عاليه بري اكلامس بدري، وهكذا كاكزامبل، وبناء عليه بعمل بروجنوز اند فولو اب. واتمنى لكم دايما التوفيق، ودايما حاجه مش فاهمها بتسال زمايلك، اسالنا، احضر محاضرات، اقرا من الكتب، لخص بايدك علشان هتفتكر كويس، ارجع للنت شوف الموضوع اللي انت صعب حطه وارجع له، ودايما خلي بالنا ان الريفرنس عن عيالنا هي اللي بيدرسونا، هي زي ما علمونا اساتذتنا. واتمنى لكم التوفيق، والفيسبوك اهو موجود تحت امركم، يصل لنا اتواصل معاكم، ومش بس وانتم طلبه وبعد كده، وابقى حريص ان انا اتواصل معاكم، وحتى مفتوحه للاستاف المعاون من دكاتره من الصيدله والتمريض والبرمجه الطبيه، وان انا كمان عايزين اعمل ريسيرش كويس، هنبقى ايدنا في ايد بعض، عايزين نعامل العيانين كويس ويبقى فيه كوميونيكيشن عشان العيانة تسمع كلامك يا ابني وتاخد العلاج. واتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم، ونتقابل في المحاضرة اللي جايه.